بسم الله الرحمن الرحيم. اولا اشكر قناة تطوان على هذه المبادرة والشباب والقائمين على القناة، لانه شيء جميل ان يكون تطوان عندها واحد هذه القناة في هذا المستوى. بالنسبة للمهرجان، هذا المهرجان اولا تفتخر بمدينة تطوان. شاركت في العام الماضي وكانت مشاركتي وأبهرت بالجمهور اللي كان في العام الماضي وهذه السنة كذلك، فإن شاء الله أتمنى أن يزداد ازدهارا هذا المهرجان. وكذلك هناك أرى هذه السنة هو مشاركة الفعاليات، فعالية تطوان، فعالية المدينة، فعالية المحلية، فهذا شيء جميل أن تشارك الفعاليات من تطوان، شيء جميل في هذا المهرجان. أرجو من الله العلي القدير أن يستمر هذا المهرجان من نجاح إلى نجاح في المستقبل إن شاء الله، وأتمنى القائمين عليه كذلك النجاح إن شاء الله في المستقبل. شكرا.